حكومة الصومالي لان يا سياسي محمد عمر عرتا قالب وهر رئيس الوزراء كحجين يحل دبانو قصو نقضي دولة فدرال كي الصوماليا كم استافر يسي مقالة هرقيس او مانتا الظهر كي ديبو قصو لابتي سياسي محمد عمر عرتا قالب ايا سفر كي سنو الدنبي وكسو قاري مقالة كي مدال كدب ديسا وحان لو تحابي حبسي كدي مركي وسو قاري قرون كديارة ده عقال ايربور إن كستو آني حكومة دا سمالي لا سفافا سنوغا هذا الحديقة سياسيقة إيا مستافرين تيسبا هادانا ورر آنو كيهل إنو إلا لغو كالسونان كرو أيا وشاقي تلفاشن كسيبيا إنو سياسي محمد عمر عرتقا ليبو سيتي كاقنا سود ديجي إقارون كهرقيسة باسابور كدبلوماسيقة إيا دل كسوماليا كاسو آني أغلين حكومة دا سمالي لان حكومة دا سمالي لان أيا سند كي هوري عافي سوفي دي سي محمد عمر عرتقا ليبو إسكعسي لي حل دبا نمضا آقل كاسري بارلمان كسوماليا كدي مركي وابيه إيكو حنو صدي مقالة ده هرقيسا إهل لذا سياسي محمد عمر عرتقا ليبو ورباهن تلاه اللي أي حقيقي إن محمد أوسيتي باسابورك الدبلوماسيقة آية سوماليا balse u dalka dib uga laabtay isla markaasna uu tagay dalka Djibouti si uu u soo qaato baasaboorka Somaliland waxaana eheladu sheegeen in bari la filayo in maxamed uu ka soo degi doono gegida diyaaradda ee Hargeysa isagoo sita baasaboorka Somaliland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhawaan wareegta uu soo saaray waxa uu ku sheegay in aan la cafin doonin shakhsiyaadka Somaliland ka soo jeeda ee xilalka ka qabta dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Xayid wargalaanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيغا سوماليلاند هدبا سياد اوغو شبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق لبا ابر لبا افرغيس تايو وا تيليسوم